السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة الشرقية من كلباء نقدم لكم حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي أجندة الشرقية، مرحبا بكم. تتابعون في هذه الحلقة: انطلاق المرحلة التمهيدية من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي. قناة الشرقية تنظم فعالية صحية لموظفيها بعنوان نهتم بصحتك. نادي خور فكان للمعاقين ينظم ورشة رسم للمعاقين. نبدأ حلقة اليوم من خور فكان عروس الساحل، التي انطلقت فيها فعاليات المرحلة التمهيدية للدورة الثامنة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي. انطلقت يوم الأحد 8 إبريل الجاري المرحلة التمهيدية للدورة الثامنة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، الذي ينظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث ستقدم جميع المدارس مشاركاتها المسرحية من الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى، وذلك للتأهل إلى المرحلة الختامية، وستنافس في حال إجازتها من قبل اللجنة المحكمة على جوائز المهرجان. وتتنافس 24 مدرسة من مدن المنطقة الشرقية في المرحلة الأولى من المهرجان على أن تختتم المرحلة التمهيدية المقامة بالمركز الثقافي بخور فكان يوم الخميس. انطلق يوم الأحد الماضي 8 أبريل تصفيات التمهيدية لمهرجان الشارقة للمسرح المدرسي في دورته 8. شارك في هذا المهرجان 24 مدرسة من المنطقة الشرقية بجميع الحلقات، الحلقة الأولى والحلقة الثانية بالإضافة إلى المرحلة الثانوية. طبعا المهرجان يهدف إدارة المسرح في دائرة الثقافة إلى نشر الثقافة المسرحية بين طلاب المدارس سواء كان طلبة أو معلمين. غير المسرحيات هناك أيضا مسابقات مثل مسابقة التأليف شارك فيها عدد كبير ما شاء الله من الطلبة بالإضافة إلى المعلمين. وشهد حفل الافتتاح إقبالا طلابيا كبيرا من مختلف مدارس التعليم الأساسي والثانوي بمدن خور فكان وكلباء ودبل الحصن والمناطق التابعة لها. وقد اشتملت المنافسات التمهيدية على عدة عروض مسرحية قدمتها المدارس المشاركة، كان من بينها مسرحية الطاووس التي قدمتها مدرسة الحصن للتعليم الأساسي بنين، ومسرحية مغامرات قزوم وليمون قدمتها مدرسة الفرقان للتعليم الأساسي بنين، ومسرحية فرح والحجر الأزرق قدمتها مدرسة النخوة للتعليم الأساسي بنين. الحمد لله احنا كنا مشاركين في مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، وكنا عاملين عرض باسمه فرح والحجر الأزرق، كان بيتكلم عن فعل الخير، وكان شعارنا افعل خيرا تلقى خيرا. الحمد لله عملنا اللي علينا والحمد لله وربنا كريم بإذن الله. يذكر أن مهرجان المسرح المدرسي يستمر من 8 إبريل الجاري وحتى 3 مايو المقبل، حيث ينظم على مرحلتين تمهيدية وختامية، ويبرز هذا المهرجان كتظاهرة أكثر زخما وتعددا في الأنشطة. نظمت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة فرع كلباء بالتعاون مع جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل دورة تدريبية بعنوان التخطيط الاستراتيجي نهج إماراتي.
الدورة التي نظمت على مسرح مكتبة وادي الحلو العامة واستمرت لمدة يومين العاشر والحادي عشر من الشهر الجاري، وشارك بها نخبة من المتدربين، هدفت إلى تعريف المشاركين بمفاهيم التخطيط الاستراتيجي ومراحله، وتدريبهم على مهارة وضع وإعداد ومتابعة الخطط الاستراتيجية والتشغيلية. حقيقة يمكن من أول وصولي إلى هنا يعني في ورشة العمل التي أقمناها إن شاء الله يومها الأول عن التخطيط الاستراتيجي، وجدت منهم حضور ممتاز جدا وتفاعل جيد جدا. يمكن احنا في جمعية التخطيط الاستراتيجي خذنا على عاتقنا على نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه الورشة حقيقة يمكن من ضمن الورش اللي نعطيها في دولة الإمارات. حريصين جدا على غرس معرفة التخطيط الاستراتيجي سواء كان التخطيط الاستراتيجي الشخصي أو المؤسسي. وقد تناولت الدورة العديد من المحاور مثل مفهوم التخطيط الاستراتيجي وتشكيل فريق التخطيط الاستراتيجي وجمع وتحليل بيانات ومعلومات البيئة الداخلية والخارجية وصياغة الاستراتيجية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها. تلك الدورة كان قد حضر فيها اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرازق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي، ورئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ورئيس جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي. وتأتي تلك الدورة في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية بين كافة أطياف ومؤسسات المجتمع الإماراتي الحكومية والخاصة، وفي إطار سعي جمعية الإمارات لتقديم الاستشارات والتدريب المميز في مجال التخطيط الاستراتيجي. تابع الفعالية الصحية التي نظمتها قناة الشرقية بالتعاون مع عيادة الأسنان المتنقلة لموظفيها بعنوان نهتم بصحتك. نظمت قناة الشرقية من كلباء بالتعاون مع عيادة الأسنان المتنقلة التابعة لجامعة الشارقة فعالية صحية لموظفيها بعنوان نهتم بصحتك. وفي إطار هذه الفعالية أجرى 11 طبيباً من العيادة المتنقلة برئاسة الدكتورة خلود الأميري فحوصات شاملة لأكثر من 30 موظفاً من موظفي القناة. عيادة الأسنان المتنقلة تنظم المسؤولة من كلية طب الأسنان بجامعة الشارقة تنظم اليوم مع قناة الشرقية من كلباء فعالية تتضمن جانب توعوي مع التركيز على أهمية الصحة الفموية. هدفنا من هذه فعالية نشر ثقافة الاعتناء بالأسنان والارتقاء بالوعي المجتمعي الذي يصب في مصلحة المواطن وسلامته. عيادة طب الأسنان المتنقلة هي مبادرة ومكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه. حتى الآن منذ انطلاق هذه المكرمة عام 2016 بداية عام 2016 تم الكشف عن أكثر من 2000 حالة، وتم عمل علاجات لأكثر من 1600 حالة تم علاجهم داخل عيادة الأسنان المتنقلة. وقد اشتملت الفعالية إجراء فحوصات شاملة للأسنان بالإضافة إلى تنظيف الأسنان وتوعية المشاركين حول أهمية الحفاظ على أسنانهم وتوزيع نشرات توعوية عليهم. وفي ختام تلك الفعالية تم تكريم المشاركين من عيادة الأسنان المتنقلة وتقديم الشكر والتقدير لهم على ما بذلوه من جهد مميز. عيادة الأسنان المتنقلة مكرمة من صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والرئيس الأعلى للجامعة. هذه المكرمة تعكس مدى حرص سموه على خدمة المواطن وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم. تستهدف عيادة الأسنان المتنقلة كافة فئات المجتمع مع التركيز على فئتي كبار السن أو أصحاب الهمم،
وذلك تقديرا لحالاتهم، هدفنا خدمتهم في بيئة آمنة لهم. يذكر أن عيادة الأسنان المتنقلة تمثل أحد المشاريع الإنسانية الاجتماعية التي توضح مدى قدرة طلبة جامعة الشارقة على ابتكار الأفكار النوعية. برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وبحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خرفكان، وسعادة أحمد محمد بن جمعو رئيس المجلس البلدي بمدينة دبل حصن، افتتحت أيام الشارقة التراثية بمدينة دبل حصن تحت شعار بالتراث نسمو في القرية التراثية بالمدينة الفاضلة. نحن سعداء بهذا المهرجان، مهرجان دبل حصن التراثي، وأيضا بالتواجد الجماهير الغفيرة من أهالي المنطقة، وأيضا للاطلاع على كل ما كان يعيش أجدادنا وأبائنا في السابق، ومقارنته بالوضع الحالي في الحياة اللي نعيشها الآن. وقد تنوعت فقرات حفل الافتتاح كالنهامة البحرية ولقاءات مع الرواة، وشملت القرية التراثية أيضا على أكثر من 60 ركنا متنوعا بمشاركة أكثر من 24 دائرة مشاركة في هذا العرس التراثي. طبعا أن جمعيتنا تسعى جاهدة في مد جسور التعاون مع الميدان التربوي من خلال النشاطات والفعاليات والمبادرات لتفعيل التواصل مع الهيئات التدريسية والخاصة المعلم، وجمعيتنا طبعا تبذل الجهد من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمقترحات التي تصب في مصلحة الميدان التربوي والنهوض بالمستوى المهني والعملي للمعلمين. وتخلل الحفل أيضاً عرضاً للحرف والمهن البحرية وحياة أهل البحر لتعليم الأطفال هذا التراث للحفاظ عليه للأجيال المقبلة. طبعاً الكل يفرح في هذا التجمع الأسري، التجمع العائلي، الكل يتمنى هالتجمع. عندنا اليوم لا يخفي على الكل، اليوم الأطفال ما يعرف شو التراث، ما يعرف شو الماضي، ما يعرف هاي هالمنطقة أو هالتواجد يربط لنا الماضي في الحاضر. أو حتى أنا عجبني هني مثلا في ركن يتكلم عن السنع، يمكن عيالنا غايب عنهم هذه العادات، غايب عنهم بعض أنواع التراث، بعض أنواع الماضي كيف كانوا يعيشوا. وتأتي الأيام التراثية في مدينة دبل حصن من أجل تأصيل التراث والحفاظ على الهوية الإماراتية العريقة. نظم نادي خرفكان للمعاقين مساء يوم الثلاثاء العاشر من إبريل الجاري ورشة رسم تعكس الإبداعات الفنية لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات المختلفة. نظم النادي خرفكان معاقين اليوم فعاليات عام زايد، ورشة رسم، إبهار وإبداعات مواهب أخواننا من ذوي أصحاب الهمم. طبعا هدفنا من هالفعالية هو اطلاع الجمهور على فعاليات وإبداعات ومواهب أخواننا من فئة ذوي أصحاب الهمم، ويعني نوصل لهم تعريف أن أصحاب الهم لهم دور كبير في المجتمع. وقد ركزت تلك الورشة على إبراز الجانب الإنساني لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات المختلفة وما يملكون من إبداعات فنية متعددة تعكس ما لديهم من حس وذائقة فنية. طبعا اليوم وهذا العام عام المرحوم الشيخ زايد طيب الله ثراه، دائما في احتفالاتنا ومشاركاتنا الحمد لله وإبداعاتنا وفعالياتنا. فاليوم نادي خرفكان المعاقين يقيم هذه الفعالية التي عبارة عن مرسم حر لأبنائنا وبناتنا
اللاعبات والطالبات والمنتسبات لهذا النادي، ففخر لنا دائما الحمد لله. وليس هذه أول فعالية، هناك فعاليات على طول العام الرياضي المستمر في نادي خلف المعاقين، والفعاليات عديدة الحمد لله، وقمنا بفعاليات سابقة ونستكمل اليوم هذه الفعالية بتعاون طبعا مع مركز الفنون ومركز سجايا كذلك، هم كذلك يعني متعاونين معنا وموجودين اليوم لإسناد هذا البرنامج ولتفعيل هذه الفعالية. وعام زايد الخير، عام جيد الحمد لله ومناسب. كذلك ساعدتهم الورشة على الاندماج مع الأشخاص الأسوياء في المجتمع واكتساب مهارات وخبرات متعددة وتفريغ الضغوطات التي قد يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية. نعود إلى كلبة لنتابع ورشة العمل المتخصصة في الكتابة والتأليف والإخراج السينمائي والتسويق الإعلامي التي نظمتها سجايا فتيات الشارقة. نظم مركز سجايا كلباء ورشة عمل متخصصة حول الكتابة والتأليف والإخراج السينمائي والتسويق الإعلامي لمجموعة من الفتيات لتعليمهن بعض التقنيات التي تساعدهن على تخطي الخجل ومواجهة الجمهور. ففي موضوع الإخراج السينمائي اشتملت الورشة على تدريب الفتيات على كيفية التصوير والإخراج السينمائي حتى يتعرفن على الاختلاف بين التصوير العادي والتصوير السينمائي، كما طبقت الفتيات ما تعلمناه بفيلم قصير. أشكر إمارة الشارقة على المبادرات الطيبة اللي يتخذونها تحديدا في الاتجاه العلمي، في مساعدة تطور الأطفال لإنتاج جيل جديد، جيل مخرج، جيل مبدع. أما في مجال الكتابة والتأليف فقد تعلمت الفتيات أساسيات كتابة الرواية أو الخاطرة، فقد بدأنا بكتابة بداية قصة قصيرة أو رواية لتكملتها في المنزل ليتعرفنا على أساليب الكتابة بالطرق الصحيحة. فعالية اليوم كانت عبارة عن ورشة عن مرحلة الكتابة والتأليف، تكلمت فيها عن أهم الأشياء أو أهم المراحل اللي لازم يتبعها الشخص اللي راح يبدأ يكتب كتاب. طبعاً الكتابة إما تكون هي مكتسبة أم فطرية، إذا كانت مكتسبة شو أهم المعايير اللي لازم نحن نتبعها عشان نبدأ كتاب مميز. وتكلمت فيه عن إصدار كتاب سيدة قراري اللي يتكلم عن كيف المرأة تستمد قوتها من المواقف اللي خلالها وما تنتظر أي تعليق عليها ولا يأثر فيها. وفي مجال التسويق الإعلامي تعرفت الفتيات المشاركات على أهم مقومات الإعلام والكاريزما ولغة الجسد والإيماءات التعبيرية المناسبة للإعلام، وصولا إلى كيفية تخطي الخجل والخوف ومواجهة الجمهور والتفاعل السليم مع وسائل الإعلام الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية تسجيل لقاء أو برنامج تلفزيوني محترف وإدارة الحوار. ورشة اليوم هي كانت على مدى يومين، شرحت فيها أهم المهارات التي يتحلى بها الإعلامي والصفات اللي دائما يعني تكون مطلوبة في الإعلاميين بشكل عام، مثل الكاريزما، مثل نبرة الصوت، مثل المظهر العام. فكنت حاولت أني أوضح لهم سبب اختيار المذيع، ثم ما يترتب على ذلك من واجبات على المذيع، يعني لابد أنه يتحلى بثقافة، سرعة البديهة، التركيز، أنه يكون دائماً حاضر في اللحظة، بالإضافة إلى لغة الجسد اللي هذا الشق مهم جداً أن يتعلموه الأطفال في هذا العمر حتى يتفادوا أخطاء كثيرة مثل الوقوف الخاطئ، الجلوس الخاطئ، أيضاً الخجل المبالغ فيه اللي قد يحرم هذا الفتاة من أنها تحقق أهدافها وأحلامها في المستقبل. وعن أهداف مثل هذه الورش والمنصات الشبابية قال القائمون على سجايا فتيات الشارقة إنها تهدف إلى إعطاء الفتيات جانبا من التغيير والتشجيع والتحفيز والتهيؤ للمستقبل، وأنه لا يوجد شيء مستحيل أمام تحقيق الأهداف.
نختم هذه الحلقة مع معرض الزفاف الذي انطلقت فعاليات دورته الثامنة في إكسبو خورفكان يوم الرابع من إبريل واستمر حتى السابع من إبريل. انطلقت فعاليات الدورة الثامنة لمعرض الزفاف بمركز إكسبو خورفكان يوم الأربعاء الرابع من إبريل الجاري واستمر حتى السابع من نفس الشهر، بمشاركة من سيدات أعمال من مختلف مناطق الدولة وبعض الشخصيات النسائية من الدوائر الحكومية بالمنطقة الشرقية وأعداد كبيرة من الجمهور. ويهتم المعرض باحتياجات المرأة من عبايات وقاعات للأعراس وإكسسوارات وفساتين وركن للحلويات وجلبيات لرمضان والعيد. أنا صاحبة دار الشذا، مصممة عبايات، اليوم جيتني في معرض الزفاف في إكسبو خورفكان، وتقريبا كل سنة أشارك هني وفي كولكشن جدا جميل اليوم راح ينعرض في هذا المكان. طبعا اليوم في تشكيلة جديدة وإن شاء الله تنال إعجاب الجميع. ويأتي هذا المعرض في إطار خطة مركز إكسبو خورفكان في إنعاش النشاط الاقتصادي، والتي تتضمن العديد من المعارض التخصصية والتجارية والخدمية المهمة التي تلبي احتياجات المنطقة الشرقية. وقد جذب المعرض المهتمين من زوار ومنتجين وتجار ومقدمي خدمات خلال الدورات السابقة من داخل الدولة وخارجها، ويشهد في دورته الجديدة كل ما يلبي حاجات الأسر بدءا من بطاقات حضور حفلات الزواج وفساتين الزفاف وخدمات ضيافة المدعوين.